لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الصبحية في تنظيف مقبرة سيدي غريب. وتنتمناو الجميع الغيورين على مدينة الخميسات لتكرار مثل هذه العمليات اللي تتعطي واحد الأناقة والجمال للمقبرة ديالنا. نرحموا على هاد الناس كاملين، الله يرحمهم ويجعل متواهم الجنة يا ربي. وتنشكروا الإخوان اللي حضروا معنا اليوم، شكر كبير بزاف. وتنشكروا حتى اللي ما جاوش، اللي كانوا اصروا انهم نقولوا لهم التوقيت ونقول لهم وقت يجي وما جاوش، ماشي مشكل، يمكن عندهم العمل ديالهم ولا عندهم شغلات نتاعهم. المهم كنشكروا الناس اللي حضروا معنا. احنا اليوم حاولنا نديروا واحد بارتي من المقبره، لان ما يمكنش نديروا كل شيء، لان فعلا المقبره عامره بزاف بالنباتات وعامره بالوسخ، دونك ماشي خدمه ديال النهار. ان شاء الله غنحاولوا نكملوا المره الجايه، وقريبا يمكن هذا الحد غادي نكملوا الخدمه نتاعنا. كنشكروا الجميع، ما بغيتش نذكر الاسماء لان ممكن ننسى شي واحد. وكنشكروا الجمعيه ديالنا وكنشكروا المجموعه ديالنا، وكنشكروا اي واحد شجعنا باش نديروا هاد المبادره هادي. يعني المقبره كتعرف واحد الوضع اللي هو كارثي، بحيث اننا يعني ما يمكن لكش بالربيع اللي متواجد والاوساخ، ما يمكن لكش انك يعني تمر هكا يعني بين القبور. ويعني الاخوان يعني المتواجدين، يعني المجموعه، يعني الاعضاء ديال المجموعه، يعني كان عندهم واحد الحماس، يعني حماس كبير ديال الاشتغال. وكنتمنى يعني هاد المبادرة هذه يعني تعمم على باقي يعني الأحياء ديال المدينة، ونتمناو الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم، والله يوفق الجميع. كل واحد ساهم في هاد المبادرة هذه. خميسات محتاجة لرجال وعيالات كما تنقولوا، يعني باش يعني نخدموا على أرض الواقع، اما باش نبقاو غير في فيسبوك كتاب وداكشي راه ما صالحش. خميسات ما محتاجاش للكتابه وهادشي في فيسبوك، محتاجه الناس تخدم، الناس توقف نديرو يد وحده، محتاجه بزاف د الحوايج، ولكن حنا نديرو يد وحده وان شاء الله يكون خير. بلا ما نبقاو كاين شي حوايج كنشوفهم انا في فيسبوك هو كيبقاو ولاد الزمور. شكرا لجمعيه زمور الايادي الذهبيه التنمويه ومجموعه محبي الخير في مدينه خميسات على هذه البادرة الطيبة من أجل إزالة بعض الأعشاب من مقبرة سيدي غريب. وهذه بادرة طيبة، وتحية لجميع الإخوان اللي ساهموا لا من قريب ولا من بعيد في إنجاح هذه العملية. وكذلك نشكر عمال النظافة لجماعة الخميسات الذين كانوا في الموعد وساهموا كذلك في هذه العملية، ونعتبرها عملية ناجحة إن شاء الله. وإن شاء الله سنكون في الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله لإتمام هذه العملية وإزالة كل أعشاب المتواجدة بمقبرة سيدي غريب. السلام عليكم. يمكن لتقلب ختم من قلال
وإذا تسيارني المجالس الأعضاء اللي مكيني ألك تجان إصنا لأمها شور غيرت لكل عائلة نسمداه شور غيرت نشوي جلي موثي اللي ذاها أذي فكران أذي نينا اللي قلال اسم تغماس عن راه لاسم تسود وين أفكر رقوسا أذن قان غيس أحش لفا ذاكيني راح شو ما غيسني راك متقل راه بزاف خويا ذاكيني وراه تفكر نقول راه ناس هذ المشاريع راه نسى تجمع الفلوس راه نسى تفكر بانك هني وجواز ذا الدور هو نسيا ذا مثلك هني ذا توغم سن سواشال ذا سن توغم بزرع ذا غول غيس نفس الميدن احش لفا ذكر ناكاتسن راح شو ما يا ذاكيني شو ما لا راه ماش كاين كاين ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.